العظيم كمال الملاخ ومعه صحبه الكرام الذين استطاعوا أن يؤسسوا هذه الجمعية التي كان لها فضل كبير في إسراء الثقافة السينمائية في مصر. هي الجمعية التي رعت وأنشأت مهرجانات السينما كما قال الزميل، هي أيضا التي كان لها دور كبير في إرساء دعائم مهرجان القاهرة السينمائي ثم مهرجان الأسكندرية. أسست أيضا مهرجانا في أسوان وآخر في مجاويش. الأحلام كانت كبيرة وهذه الأحلام تحقق منها الكثير. رحل البعض واستمر البعض في يؤدي دوره في المسيرة إلى أن وصلت إلى جيل جديد يرجو ويتمنى أن يكون على قدر هذه المسؤولية وأن يستطيع أن يكمل مبادئه الكبار. الحقيقة أنا شاكر على الكلام الدافئ والكلام الجميل اللي اتقال، وآسف على التصفيق اللي حضراتكم بذلتوا فيه مجهود على أيديكم. إنما يعني الحقيقة يجب ألا نفقد المكون الثقافي في الشخصية المصرية. مش معقول يتم يتزرع 5000 سنة ونيجي احنا نضيعه في لحظة وندوه بعد كده سنوات طويلة إلى أن نجد رؤيتنا القادم. والحمد لله لا نفقده، ولا الوقت كان طويل، ولا المكون البشري في مصر يسمح بأن احنا نفقد هذا المكون. الفن لن يموت في مصر، مفيش حد هيقدر يهدد الفن ولا يوقف مسيرة الفن في مصر. عشان كده كان في إصرار أن يقام المهرجان، وزي ما قال أمير كان في بعض السلبيات بنعترف بيها، لكن املنا انكم تعذرونا لانه كان في ضغوط غير عاديه بالمره. وكان الهدف الاهم ان يقام المهرجان. مهرجانات كثيره يمكن ما اتعملتش السنه دي. لو كان مهرجان اسكندريه ايضا ما اتعملش كانت بيت يعني نكسه لينا كلنا. احنا ايضا هو واحد من اعضاء الجمعيه الذين اسهموا وقدموا اسهامات رائعه في مسيره الجمعيه في السنوات الماضيه. شكرا لله. المخرج التلفزيوني حمدي متولي، او المخرج الذي غطى مهرجانات اسكندريه السينمائيه لمده 20 عام. المخرج المسرحي هشام عطوه. في أول وفاء للنجوم التي رحلت هنكرم النهاردة اسم الفنان الكبير عادل أدهم، تقديراً لعطائه ومشواره الفني الكبير، ويتتسلمها السيدة لمياء الصحراوي أرملة النجم الكبير. الفنانة المتميزة كندا علوش، تقديرا لدورها الكبير في نجاح الدورة 29 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط. عايز اقول شكرا لمدام كندا علوش لانها ما كانتش مجرد عضو لجنه التحكيم، كانت واحد من اسره المهرجان، كانت حريصه اشد الحرص على ان الدوره دي تخرج بسلام، حلت ازمات ومشاكل كتير بدون ما تتكلم وبدون ما تقول لنا كمان. انا فعلا باسم اداره المهرجان وباسم الجمعيه المصريه لكتاب ونقاد السينما بشكرها، لان الحقيقه ما فيش فرق بين الشعبين المصري والسوري، وهي احنا كلنا بنعتبرها دلوقتي فنانه مصريه. بشكرها شكرا جزيلا.
الناقد الكبير الأستاذ علي أبو شادي. طب أقول إيه عن الأستاذ علي أبو شادي؟ مهما قلت مش هقدر أقول له شكراً. بجد الأستاذ علي أبو شادي كان معانا وفي ظهرنا سند كبير جداً 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 لهذه الدورة من المهرجان. كلمة شكر مش كفاية عشان شكراً أستاذ علي. الإعلامية الكبيرة الأستاذة سناء منصور. تقديرا لدعمها الكبير لمهرجان اسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط. مساء الخير. أنا جيت في اللحظة المناسبة، بقالي 3/4 ساعة في العربية في مشوار بياخد مني عادة 6-7 دقايق. ف يعني اعذروني على النهجان ده، مش صوتي الطبيعي على فكرة، صوتي أحسن لسه شوية. شاكرة قوي، وكل سنة وأنتم طيبين. وأنا سعيدة جدا سعيدة بمهرجان اسكندرية، لأني كان لي الشرف أن أكون أول واحدة تقدم هذا المهرجان زمان قوي قوي قوي. كنت لسه كان في فترة السبعينات 79، وكنت برجع راد مخصوص من راديو مونت كارلو علشان أقدم الحفلة وأرجع تاني مونت كارلو. شكرا لكم. مساء الخير، معلش هستأذنكم بس في دقيقة. معلش يعني والدي كنت بسأله زمان، هو ليه حضرتك ما بتكتبش في على التتر بتاع الأفلام الكاتب الكبير قبل اسمك؟ فكان يضحك. بعد كده أقول له هو أنت ليه ما بتنشرلكش حاجات كتير في الصحافة ومع أن كل أصحابك صحفيين؟ فكان يضحك. ليه ما خدتش جائزة الدولة التشجيعية ولا التقديرية ولا نوط الواجب ولا وشاح النيل والحاجات دي كلها؟ فكان يضحك. في الاخر خالص عرفت حاجه ظريفه جدا عن والدي. قال لي انا بشتغل لضميري، وضميري هو اهم وسام في قلبي. علمني حاجات كتيره جدا، لكن كان صعب عليا النهارده ان انا ابقى في مكان اللي هو بذل فيه مجهود وعرق وتعب فيه مع ناس عبقرة زي أستاذ كمال ملاخ وناس كثيرة أخرى، أستاذ أحمد الحضري. وكنت دايما أقول له أنت ليه بتعمل مهرجان اسكندرية كل سنة في الشتاء؟ كنت دايما أسأل نفس السؤال، وكأنه مهرجان الاسكندرية ده مشهور إن أي حد يعمله الصحافة تقعد تشتم فيه. يقول لي بردك أنا بشتغل لضميري. اتعلمت منه إن لازم أحاول من غير حاجة، أحاول لازم أعمل علشان انا مؤمن بده. وكان اخر حاجه قالها لي كان مثل غريب، كان بيقول له هو ليه في اشرار وطيبين الناس، في ناس وحشه وبتاع. قال لي خلي ابوك يعرف يشتغل. قلت له يعني ايه؟ قال لي لو كتبنا عن الملائكه الناس مش هتيجي الفيلم.